احنا في عندنا مشكلة. الطفلة عائشة العبد الله، اللي اسمها عائشة العبد الله، بتعاني من مرض خلايا، مش موجودة عند الخلايا بقى. الشيء هذا بيعرضها للخطر، وشوفوا حالتها كيف صارت، يعني عمرها سنة، راح يصير عمرها سنة، وشوفوا جسمها شلون كرماله للأسوأ، وعم يعطوها أقوى أنواع الأدوية الالتهاب، هلا ما عم يمشي حاله. بقى الطفلة ما بيمشي حاله غير بسفر لبرا، بالزرع، بالنخاع الشوكي، العملية هاي بدول أوروبية برا. ونحن كان عندنا موعد سفر ب 14/12 السنة الماضية 2017، وتأجل الموعد السفر وكأنه نسيونا يعني. وأنا بناشد ربنا أول شيء، وبناشد الدولة البريطانية إنه يعني يطلعوا على حالة الطفلة ويرأفوا بحالة الطفلة، ويشوفوا يعني إنه وضعها خطير جدا، يعني يشوفوا جسمه كيف صار، يعني بدل التحسن للأسوأ لورا. هاي طفلة عمرها سنة، يعني عمرها سنة، طفل عمره شهرين بيجي بجسمه، يعني ما بعرف، يعني بتمنى انه يطلعوا على الملف بأقرب وقت، يعني لانه حالتها سيئة للمرة، للغاية يعني بالمرة، يعني ما بتتحمل، خلص ما عاد تقدر تتحمل، يعني عانت اللي بتعانيه. ونحن من يوم ما خلقت الطفلة من عمر الثلاث شهور بلشنا نعطيها دواء المناعة، وكانت أول 5 شهور يعني ماشي حالها، بس هلا راحت بالمرة صحتها.